ثم أما بعد، فنخلص بحول الله جل وعلا إلى آية بينة من البينات من كتاب الله جل وعلا، وذلك قوله سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إلى ما سيأتي بحول الله جل وعلا. نقف وقفتين قصيرتين على هاتين العلامتين، ثم نستأنف الكلام بعد مع قول الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، إلى آخر الآية. قرأت هذا النص أو هذه الفقرة جميعا نظرا لارتباطها، يا مرتبطة كتلة واحدة. نبدأها إذن جزءا جزءا بالعلامة الأولى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم التي بعدها ذكرت قوله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هاتان الآيتان مقدمتان لتلك الفقرة من قوله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي قضية سحر. قلت الآيتان الأوليان مقدمتان لقضية السحر كما أوردها الله جل وعلا في القرآن، ثم لحقيقته ولمرجعيته. فأما المقدمة الأولى وهي أن هذا القرآن بينة بنفسه، القرآن ما محتاج الدليل عليه، هو دليل بنفسه، كما أن الشمس كما أمثل مرارا إذا أشرقت أحرقت، يعني ما محتاجاش هي الاستدلال لإقامة البرهان أن الشمس مشرقة، يعني من سوء التعبير عند العرب بالمنطق، منطق العقلي ومنطق لغوي، أنه تجي الواحد بصير كيشوف بعينه وتقول له إن الشمس لمشرقة، هو تعبير من الناحية النحوية صحيح لكن من الناحية البلاغية فاسد، لأنك أكدته بإن وبالجملة الإسمية وبلام التوكيد، تؤكد الشيء الذي لا يحتاج إلى برهان أصلا. الشمس مشرقة وراك يشوف فيها، ما تحتاج تقول له إن وتقول له الجملة الإسمية الشمس مشرقة وتزيد لام التوكيد لا مشرقة، متى نحتاج التوكيد؟ نحتاج التوكيد عند الشك والتردد، شي حاجة فيها شك وفيها التردد كتحتاج لها التوكيد، ولذلك الرسل إذا كذبوا استعملوا التوكيد، فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا بثالث فقالوا إنا هتوكيد إليكم لا هلم التوكيد لمرسلون، والجملة الإسمية بعد ذلك توكيد، لأنه كيتعاملوا مع ناس كذبوهم، فمحتاج هذا الرسل الثلاثة محتاجين لتوكيدات كثيرة لأنهم يعاملون أقواما شكوا بل كذبوا بهم. كذلك يعني هذا دابا واحد البيان باش نفهموا بأنه الأمور اللي هي بين براسها ما كتحتاجش لتوكيد. القرآن العظيم الله جل وعلا يحكي لنا ويقص لنا ويرسخ لنا أن الأصل في الحقيقة القرآنية، الأصل في الحقيقة القرآنية ما محتاجش لتوكيد. طيب قد يقول قائل فما بال القرآن مملوء بالتوكيدات إنه لا قرآن عظيم. هذه التوكيدات هي للذين ضاعت فطرهم، الفطرة ديالو ضاعت، ضاعت فطرهم ونمحت حقيقتهم الإنسانية، ورب العالمين يخبرنا بهذا أن الإنسان السوي الطبيعي ما محتاجش لتوكيد. القرآن إذا قرأه يوصل بشكل يقيني إلى أنه كلام الله جل وعلا، ولذلك قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. بينات مش معناتها واضحات، هذا الشرح اللغوي بين واضح، لكن رب العالمين يقول لنا آيات، آيات أي أنها علامات، علامات يعني علامات على الحقيقة الإيمانية، علامات على الحقيقة الربانية والنبوية والأخروية والإنسانية.
القرآن الآيات ديالو علامات على الحق، على كل حقائق الإيمان. وكيفاش هذه العلامات؟ علامات واضحة، يعني كأنك ترى الحقائق الإيمانية بعينك. لو كان لك فعلا قلب سليم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. فالإنسان السوي، ما كنقولش المؤمن، لا السوي، الإنسان السوي إذا أنصت إلى القرآن بقلب فارغ من الأهواء وبال منتبه فعلا ينشد الحق للحق وصل وبسهولة وبدون طول، ما عندوش طول وما عندوش وقت طويل، وقت قريب جدا إلى صلب الحقيقة الإنسانية وتفسير لغز الكون حقيقة الوجود البشري. راح نحن المسلمين اللي كان قرأوا القرآن مرات، مع الأسف كثير من الحقائق الإيمانية ما كتبانش لنا، نؤمن بها تقليدا، لأننا لو فعلا أعدنا قراءة القرآن من جديد لكن بأعيننا وبقلوبنا ليس بما قيل لنا وبما ورثناه لوجدنا عجبا. غادي تولي تشوف بعينك، ماشي بعينين باك وجدك والتراث ديالك، تشوف انت بشكل مباشر الحقائق الإيمانية. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. راه الإيمان بالتقليد مذموم، وإنما الإيمان مطلوب مني ومنك ومن كل إنسان، ولا أقول من كل مسلم، بالاجتهاد دياله ويعيش التجربة الإيمانية. مطلوب منه أنه يدخل القرآن الكريم بعينه وبودنه، ماشي بعينين غيره وبودنين غيره. ممكن هذاك الذي تدخل أنت إلى القرآن بعينه وأذنيه يكون أقل منك استعدادا، وأنت عندك طاقة وإمكانات ومؤهلات فطرية وروحية أقوى، وتولي ضايع. تأخذ نص إيمان وربع ديال الحقائق الإيمانية، وكان ممكن تأخذ أقوى من ذلك لأن الطاقة ديالك قوية، ولكن معطلها لأنك تعتقد خطأ أن الذي سبقك ورأى قبلك أفضل منك وأقوى، وهذا غير صحيح أبدا. الله عز وجل خاطب كل نفس في نفسها، لأن حتى واحد ما غادي ينعس معك في قبرك، لا أبوك ولا جدك ولا أي أحد من السابقين ولا من اللاحقين. كل نفس بما كسبت هي، مش غيرها، بما كسبت رهينة. ولهذا طلبنا بتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها. رب العالمين يجزم بأن هذه الآيات كافية وحدها لتوصلك إلى الحق. قرأ القرآن كافي بوحده باش يوصلك للحقيقة الإيمانية. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آية قوية عطية الضوء مجهد، ما يمكنش ما تشوفش بها، مستحيل. إلا ما كتشوفش بها ماشي المشكل عندها، المشكل عندك أنت. فإذن الغشاوة كاينة في العينين وفي البصيرة طبعا، النظر الوجداني القلبي أو العقلي، فهذا يحتاج إلى إعادة تهيئ من أجل الاستقبال، استقبال الصور والحقائق كما هي، كما ترسلها الآيات القرآنية. القرآن يرسل الآيات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. أش قال؟ وما يكفر بها إلا الفاسقون. ماشي الفاسقون زعما راهما كفار وما صالحينش، لا، لأنه لو كان ذلك كذلك يكون الكلام كيتعاود وما يكونش بليغ، لأن قال وما يكفر بها، ما يمكنش يكون الفاسقون بمعنى أنه كافرين، راه كفروا بعدا، وما يكفر بها إلا الكافرون، غير معقول. فالفسق هنا فسق بمعنى أنه منحرف آدميا بشريا إنسانيا. أن الفسق شكون هو؟ الفسق هو الخروج عن الطريق، هذا معنى الفسق في العربية. إن جاءكم فاسق بنبأ، هو مؤمن مسلم ولكن غلط، جايب الخبر مقلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فاسق ما شد شيء الخبر مقد. فالله عز وجل يتحدث عن الإنسان الذي فسق عن قوانين طبيعة، ما بقاش عنده ذوق بشري، ما بقاش آدمي حقيقي، يعني طبيعة الإنسان يفقدها. إما ولا عنده تفكير بهامي اللي يسميه حيواني، بهامي يعني ولا عنده الذوق ديال البهيم، وقع له شذوذ في الفكر، شذوذ في النفس، شذوذ في الذوق، ما يمكنش يشوف. وما يكفر بها إلا الفاسقون. أما يعني الذي هو سوي راه كافر، ولكن شخصية مقادة عنده الأذواق طبيعية اللي دار فيها الله باعتباره بنادم، مش باعتباره مسلم، لا، باعتباره بنادم، الأذواق والموازين والمقاييس اللي عند بنادم الطبيعية عنده مقادة. إذا قرأ القرآن أو أنصت إلى القرآن وجده بينا ووجد الآيات واضحات فسيسلم. إذن هذاك الكافر إذا يعني نصت للقرآن الكريم ورفضه، ما السبب؟ السبب في غالب الأحوال أنه كان نفرضه أنه فهم، تلقى الرسالة، وصلوا الخطاب، ما عندوش سوء الفهم، لا فهم. وكاين هذا النوع مع الأسف وكثير. السبب كيكون هو ما بغيش يسلم، عارفوا حق كما هو عند اليهود وسيأتي، وعارفوا دين فعلا يعني كيقول الحقيقة، لكن هو ما عندوش استعداد لهذه الحقيقة، ما
ما فيه ما يترك الزنا، ما عندوش هذا الاستعداد، ما عندوش استعداد ديال يترك الخمور، ما عندوش استعداد يعيش واحد الحياة فيها المحرمات، بغى يبقى حياة بهامية، حيوان إباحي. فإذا هذه مسألة أهواء، مسألة أذواق. إذا أنت عندك إذا فلسفة الحياة تعيش كالبهيمة، هذا إذا فقد الموازين طبيعية للذوق الإنساني. وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي الذين انحرفوا عن الموازين ديال الفطرة. أما من كانت فطرته إلى السلامة وإلى الاستواء والتوازن، فإذا أنصت إلى كتاب الله لا يملك إلا أن يكون من المؤمنين. الله عز وجل يحكي لنا هذا القانون القوي، يعني ميزان. ولقد أنزلنا، يعني بشكل تقريري واضح متمكن، ولقد أنزلنا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء اللي عندك راه ماشي سهل، إن جات في سياق مجادلة الكفار من بني إسرائيل من اليهود بشكل خاص، صدعوه جادلوه، قول لنا شكون اللي كيتنزل عليك، جبريل إلى جبريل ما عندنا ما نديرو به، خصنا حنا ميكائيل. واحد بالعاد يصدع، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كما بيناه قبله. يعني واحد الجدل كلامي لا طائل من ورائه يصنعه اليهود، ومن على شاكلته رب العالمين يقول له هادو غيصدعوك وكيصدعوا رسهم، هاد القرآن وحده كافي دون أن تجادل عنه. ما محتاجش القرآن اللي دافع عليه، ما محتاجش اللي يدل له البراهين. يعني كيف تبرهن على البرهان؟ هذا حماق. البرهان دل له البرهان، فوقاش غنساليو؟ البرهان قائم بذاته، بل هو دليل على غيره. ما أحد أرادك يستدل. رحم الله إبراهيم الخواص صالح الزاهد، لقد وضح الطريق إليك قصدا فما أحد أرادك يستدل. يعني اللي بغى الله وقصده حقا وخكفر وأتحدى بهذه الحقيقة. من قصد أن يعرف حقيقة الوجود ويبحث عن الله بصدق وما زال ما مسلمش، غير يكون عنده الصدق في البحث. رب العالمين راه كاين وسميته العليم، زعما ربي ما سقلوش الخبر سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. أرى رب العالمين سيقل الخبر ويعلم أن عبده فلان اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو المسلم تائه غير تائب، يريد أن يصل إلى قرارة إيمان، يريد أن يصل إلى حقيقة الإيمان، بغي يعرف الدين الحق، وخمزين ما عنده خبر حتى الإسلام. الله مطلع على قلبه باليقين، سيهيئ له الأسباب، لأن اللي بغى الله ربك يقول له حتى أنا بغيته. هذا رسميته الرحمن الرحيم، يهيئ له الأسباب بشكل غريب جدا، بحيث يبدأ يجي حتى يجيبه للدين. لما يسلم ويوصل الحقيقة كيبدأ يتعجب في راسه، كيقول شو سبحان الله عظيم، السبب الفلاني رمالي للسبب الفلاني، والسبب الفلاني وصلني للسبب الفلاني حتى أسلمت. كيكون ترتيب إذن ديال المقادير، بمعنى أن الأمور من وراها الله سبحانه وتعالى. ولكن أنت دير حاجة واحدة، أصدقي الحق في طلب الحق، ما تكونش جايب الأهواء ديالك وبغيت واحد الدين يبيح لك الخمر ويبيح لك الخنزير ويبيح لك الزينة. لا، ما تشرطش على مولك، شرط حاجة واحدة أنك توصل. فإذا وصلت إذن ووجدت الله حقا هو رب الكون فكن عبدا. انتهى، لقيت رب الكون فعلا هو الذي يملك الكون ويسيطر عليه ويقهر الملك والملكوت، فلا إمكان لك آنئذ أن تكون مفتئتا على الله. افتئات على الله يعني تبقى تفهم على الله. العبد معناه الخضوع الخاضع، هذا العبد، والعبودية الخضوع التام. في الآيات قلت من القرآن كافية وحدها للوصول إلى الحق. وقرأوا أيها المؤمنون، قرأوا القرآن وعودوا قرأوا القرآن، تجدون عجبا. بنادم ملي يكون في الخلوة ديالو مع راسه يجبد كتاب الله سبحانه وتعالى ويبدأ يطالعه بتدبر، ما تهضروش هضر يعني تجري ددددد، لا، قراءة ديال التدبر، قرأوا تأمل وقرأ الآية وقف وديها في راسك وجيبها في راسك وحاول تعيشها في النفس ديالك وتشوف من خلالها لبسها بحال شي نظارة لبسها وشوف بها الكون والحياة وشوف بها النفس ديالك، أتوليك بحال شي مجهر، بحال شي مجهر كبير عنده واحد القوة ديال تكبير الأشياء والكشف عن أدق الحقائق بحال شكل غريب جدا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، إنما اللي ما عندهمش استعداد للنظر والمرايا ديال البصيرة ديال المسخة ما غاديش يشوفوا. وما يكفر بها إلا الفاسقون، ما عندوش استعداد، ما باغيش، هو أصلا ما باغيش يكون مزيان، ما باغيش يعيش متوازن، بغي يعيش معوج. هذوك هما الفاسقون، معوج. أن الفسق هو انحراف، هو اعوجاج، هو خروج عن الطريق. أش من طريق؟ طريق الخلقة والفطرة البشرية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. ما عندوش استعداد،
يبغي يعيش شاذ في الحياة ديالو، شذوذ فكري أو شذوذ مادي أو معنوي أو جنسي أو حيواني كما بغي تصوره، كل ذلك يسمى فسقا. وطبعا هو كفر ومآله إلى الكفر في نهاية المطاف، أي كي يتبت بندم على الكفر والعياذ بالله ولا يزيده إلا خسارة. فهذه الآية حقيقة عجيبة، يعني جملة أو سطر من الكلام، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. هذا قانون، بحال قانون الجاذبية، قانون رباني من قوانين الخلقة البشرية في الأرض، جعله الله عز وجل في كتابه. هكذا دير القرآن الكريم، وهي حقيقة ثابتة، لأن عبر قلنا بتعبيرات ثابتة مستمرة لكل زمان ولكل مكان، تتحدى الإنسان والعصور والأزمان جميعا. ثم التفت بعد ذلك إلى بني إسرائيل، أعطى هذه المقدمة العامة، يعني داخلين فيها اليهود وغيرهم، وقال له جل وعلا أي لرسوله يا محمد، يعني هذا المعنى، لقد نزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم قال له هؤلاء اليهود الذين تجادلهم ويتعبونك بالجدال، أصلا هذه هي الطبيعة ديالهم، أنهم كينقضوا هذه الحقائق الكبرى الكونية، حال هذه الآية، هذه آية كونية، ولقد نزلنا إليك آيات بينات، آية كونية، فهم مش عدبة من قديم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. وهنا أيضا كين عود واحد القانون آخر رباني عجيب جدا، سيرة بني إسرائيل في التاريخ أنهم ينقضون العهود، هذه السمة الأساسية ديالهم. القرآن قلنا من قبل بأنه كل فئة وكل طائفة من البشر ومن الأجناس كيعرفها بالعلامات، كما تكلمنا من قبل، المتقون كيعطيهم علامات، المنافقون كيعطيهم علامات، الكفار كيعطيهم علامات، ها العلامات ديالو، ها العلامات ديال هادو، القرآن كله كيعطيك علامات باش لما تشوف العلامات كتعرف. يعني الآن هذا من أدق الأشياء اللي يتكلم عنها الفكر اللساني المعاصر، ما يسمى بالسيميائيات، يعني كله علامات. القرآن الكريم شيء عجيب جدا، اللي انتبه هذه الحقائق ويبغي ينظرها أيضا بهذا النظر الحديث الآن يجد العجب العجاب، يغرق في التعابير القرآنية ذات البعد السيميائي والكوني منقطع النظير. من سماء اليهود أنهم نقاض للعهود، وحمق اللي بقي يثق في اليهود أنه يدير معهم شي عقدة ولا شي معاهدة وما زال يوفيوا بها، أبدا ما زال المداد ما كيجف ديال المعاهدة حتى كيسبقوا للنقض، ودايما وحدة مورا وحدة، وما زالين هاد البلادة ديال العرب تابعينهم سبحان الله العظيم، ما عرفين غيوصلوا معاهم، شي غريب جدا. القرآن الكريم أعطانا هذه حقائق يقينية لا تقبل النقض، قلت بحال قانون الجاذبية، سلام، يعني غادي في اتجاه ديال يعني معارضة قانون الجاذبية، وطير في السماء، هذا معناته طير في السماء. فالذي ينظر وينتظر منهم أنهم يفون بالعهود، معناه أنه كينتظر أنه شي نهار يرمي واحد الحجرة في السماء وتبقى غادية، ما تنزلش بدون قوة دافعة بوحدها، يعني هذا خيال، يعني لا يقبله الواقع إطلاقا. لكن فين كاين القانون هنا اللي كيهمنا احنا؟ هو قول الله جل وعلا أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق، هذه العبارة ديال فريق منهم، ثم عقب عليها قال بل أكثرهم لا يؤمنون، قال في الأول فريق، شوية قال أكثر، تعبيرات القرآنية مش عشوائية، كل كلمة عندها الميزان ديالها. كيف ينبذ الكتابة أو ينقض العهد فريق؟ أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق، يعني فريق عبارة مطلقة نكرة مطلقة دالة على التقليل، زعما قليلة، فريق طائفة اليهود كيديروا واحد العهد مع الله سبحانه وتعالى، عهد التوراة أنهم يأمنوا بالله ويأمنوا بسيدنا محمد من اللي يجي عليه الصلاة والسلام، كل هذا داخل في أو كلما عهدوا عهدا، لكن الطائفة اللي كتنقض العهد كتكون قليلة، نبذه فريق منهم. فكيفاش يعني تبوء الكثرة باسم القلة؟ هذا سؤال يجي للبال، كيف تبوء الكثرة باسم القلة؟ يعني قلة درتها وتمشي فيها الكثرة. هذا أيضا من القوانين العجيبة التي يكشفها الحق سبحانه وتعالى، كيقول لنا رب العالمين ملي تشوف شي جريمة كبيرة في المجتمع، جريمة كبيرة، يعني بحال هذه، يعني كتعلن الحرب على الله تعالى، كتنقض العهد ديال رب العالمين، ولا تخيل هذه الجريمة كما بغيت، شي فسق كبير، شي جرائم من واحد النوع غريب، شي شذوذ معين ماشي طبيعي، شوفوا بان في المجتمع، واخا ما داروش الناس كاملين، داروا ثلاثة ولا أربعة الناس، عنده واحد المعنى. صحيح أن اللي كيتحمل الجرم بالدرجة الأولى هما دوك المجرمين، ولكن المجتمع كله كيتحمل هذاك الجرم. علاش؟ لأن الشر بحال الزريعة، ما كينبت إلا في الأرض اللي عندها قابلية لإنبات الشر،
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بمعنى أن واحد البيئة خرج فيها الشر، وخادك الناس كلهم ما كيدروش داك الشر بداك المستوى، ولكن عندهم قابلية اجتماعية لهذاك الشر، وإلا ما يمكنش يطلع تما، ما يمكنش. ملي نشوفوا مثلا الأحوال ديال الفساد الخلقي والزينة بواحد الشكل غريب وواحد الشكل علني، معناته أن المجتمع ولا هاد الأوضاع فيه طبيعية. طبيعية بمعنى أنه هي طبعا مش طبيعية، ولكن في العينين ديالنا ولا عادي صافي. يعني كيوقع واحد النوع ديال الإلف ديال المنكر، واحد الاستعداد للمنكر كينبت. ما حد ما كينش في المجتمع استعداد لذاك المنكر عمره ما يطلع، وحتى ملي كيطلع كيلقى مباشرة الناس كيتكلموا، يعني الحاسة النقدية كتكون حية موجودة. ولذلك أهل المنكر في المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر، أهل المنكر الناس الفساق والفجار داخل المجتمعات اللي ما عندهاش قابلية للمنكر كيكونوا مخبعين، كيقدروش يبانوا. ففي زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا الزنات، واحد الزنا نفذ في صحابية وصحابي، يعني في جيل ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أهل الخمر، كل شيء كان، لكن كان مخبع كيخرج للسطح، لأن البيئة ما قابلاش، ما قابلاش الانحراف. لكن لما كتولي البيئة قبل الانحراف كيطلع داك الوسخ، مع الأسف كيطلع كله الفوق كيبان ويتحدى فيتكاثر يتكاثر حتى يعم المجتمع كله إلا من رحم الله. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كتمشي واحد طائفة من اليهود هما كيكسروا كيبادروا لتكسير ديك العهود، وإعلان كيدروا إعلان محاربة الله تعالى ورفض الحقائق الإيمانية. ولكن ربي كيقول لليهود: ولكن راه انتم كاملين أو الأغلبية ديالكم عجبكم داك الشيء، غير ما فيكمش الزعامة ديال هذوك الكفار الكبار، غير الزعامة ناقصة، أما القابلية كاينة، بل أكثرهم لا يؤمن. هذا قانون أيضا من قوانين القرآن الكريم. القانون هنا بمعنى يعني السنة الاجتماعية، قانون اجتماعي اللي تبتها القرآن الكريم. فلا يظهر فسق في المجتمع شذ أو كابورة أو صغرة إلا وفيه دليل على أن المجتمع عنده قابلية لذلك الفسق، يعني أنه المجتمع نحط لدرجة أنه يظهر فيه ذلك الفسق ما كاين مشكل. وهذا شيء واضح جدا، مجتمعنا دال عليه وأحوالنا تنطق بهذا صراحة. فلذلك في الحقيقة لما تشوف واحد الجريمة واحد شكل بشيع، راه ماشي داك المجرم بوحده خصو يتلم، راك تؤخذ الجماعة بجرم الواحد، لأن الجماعة كتساهم في صناعة هذاك الجريمة، لأن هي هيئة الظروف، هي هيئة الظروف اللي صنعت هذاك النوع ديال الإجرام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. متى يحق القول؟ من اللي كتكون قابلية الفساد في المجتمع، ماشي معناته أن الصالحين ما كاينينش، كاينين، ولكن الظاهرة العامة القابلية للفساد. وهو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سألته السائلة: أنهلك وفين الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. كل هذه الأحاديث الآيات كتعبر على هذا القانون: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم. بل الإضراب بمعنى عندك توهم، بل باش ما توهمش ديك فريق منهم بمعنى انه غير قليل اللي كيديروا داك الشيء وفين دوك الكثار، لا، كيقول لك غير ما توهمش هذا الوهم هذا. ففريق يعني كيتزعموا الجريمه، ولكن اكثرهم قابلين للجريمه. فهذا فعلا من السنن التي نبه الله جل وعلا على ان المؤمن اذا اراد ان ينظر الى مجتمعه بعين الصلاح والاصلاح، او من كان في قلبه خير وايمان ويريد لبيئته ان تكون صالحه، عليه أن ينظر بهذا الميزان. هذا الميزان يعني ميزان أنه الفواحش ما توليش شيعة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني شيوع الفاحشة هو اللي خطير جدا، أما الفاحشة في حد ذاتها نعم هي خطيرة، ولكن على صاحبها، إنما من اللي تولي شيعة كتولي خطيرة على المجتمع كله، كتدمر البيئة. ولهذا تجدون أن العقوبات والحدود غالبا ما كتطبق في الحالة ديال الإعلان والإشهار بها. يعني الزنا مثلا اللي هو يعني رمز ديال الفساد الخلقي، سبحان الله العظيم، معروف يعني عند الفقهاء من النصوص الحديثية والآيات القرآنية جميعا أنهم ما كيتطبق إلا عند شهادة أربعة شهداء تتطابق كما قال العلماء، وأقوالهم أقوال ديالهم كتطابق بنص على وصف الحالي والزماني والمكاني والوضعي، كل شيء
فإذا اختلفوا غير شوية كترفض الشهادة ديالهم. مربعة شهود، شكون هذا في الخيال اللي وقع في الزنا ويشهدوا عليها ربعة شهود كلهم تتطابق أقوالهم أن لقينا فلان وفلانة في المكان الفلاني في الساعة الفلانية والزمن الفلاني وعلى الهيئة والحالة الفلانية؟ مستحيل، مستحيل هذه الشهادة تكون في حالة واحدة ممكن، يعني لما هذوك الزنات ما بقى عندهم غرض بحد، اللي يشوف اللي بغى يشوف. إذن هذا ما بقاش يعني ذنب كيديروا هذاك الراسو، لا كيديروا المجتمع، بمعنى أنه الفاحشة بغي يصدرها يعممها للناس كاملين. هنا الإسلام كيجي ويضرب عليه، كيضرب عليه، لأنش كيعاقب، كيعاقب في الحقيقة شيوع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وإلا فالله عز وجل يأمر بالستر، ولذلك الأحاديث أن من ستر عبده المؤمن أو ستر على أخيه المؤمن، من ستر أخاه المؤمن أو من ستر على أخيه المؤمن، يعني كل أحوال ديال تستر على أصحاب يعني الخطايا مطلوبة من أجل العفو ومن أجل الصفح، عسى الله أن يتوب عنهم. حتى السارق لا تقطع يده إلا بعد رفعه إلى القاضي، أما قبل ذلك المطلوب هو العفو، وحتى القتل مطلوب يعني من ولي المقتول أن يعفو إذا استطاع وفعل ذلك فله أجر عظيم، إلى غير ذلك كثير كثير كثير. من أقال مؤمنا صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة، حتى في الأمور ديال المصارف المالية العفو دائما مطلوب. لكن من اللي يولي الأمر أن هذا المجرم ماشي الغرض دياله هو أنه فقط يرتكب الذنب، الذنب بينه وبين مولاه، لا، الغرض دياله يرتكب الذنب، ها واحد عنده غرض آخر خطير خص الناس كاملين يديروا بحاله، هذا مجرم، مجرم حقيقي يعني بغي يفسد البلاد كلها. ولهذا رب العالمين كينبهنا لهذه الخطورة هذه، بل أكثرهم فاسقون. هذوك اللي داروا الجريمة ماشي داروا الجريمة لأنهم يعني هم مجرمون وحسب، ولكن بلادهم بغي هذاك الشيء وعموم الناس عجبهم هذاك الشيء. فلذلك الظواهر لا تعالج إلا في كليتها وشموليتها. ولهذا بزاف ديال المؤمنين سبحان الله العظيم كيبدا يأكد على بعض المشكلات، يقول لك لا خصك تقول لفلان هادي وقول لعلان هادي. كاين بعض الأشياء اللي كيكون من العبث، من العبث أنك تتناولها في الجانب الجزئي ديالها، خصك تتناولها يعني كظاهرة اجتماعية كاملة، لأن نهار كتبدل الثقافة العامة ديال البلاد راه الجزئيات كتبع. حقيقة أن الكلية لا يكتمل بشكل حقيقي إلا بجزئياته، ولكن الأساس في مخاطبة الفساد هو البيئة كلها، باش ما تديرش الفساد وما تقبلش الفساد فيها وتحافظ، هذا هو الأساس، تحافظ على الذوق النقدي، يعني تشوف المنكر في نفسك يجيك منكر وما يعجبكش، ماشي تقول عادي أو ربما تستلذه وتستحليه، هذه مرحلة أخطر. وهذا معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، بقلبه أنك نفسيا أنت لا تقر المنكر، وكيجيك هذاك المنكر خطر وسيء ماشي عادي ماشي طبيعي. لكن مع الأسف لما كنشوفوا المنكر اليوم وغدا وبعد غدا، ولا قدرة لنا على التغيير باليدي كما بيناه قبل وهو التغيير الشامل الكلي، ولا باللسان وهو التنبيه بالكلام بأي طريقة كان، بالكتابة بالخطابة بالتربية، لا قدرة لنا لهذا ولا لذاك، يعني في بعض الحالات وليس دائما. فربي تعالى كينبهنا على طريق سيدنا محمد رد البال، راكي لما قدرت تتغير المنكر وانت عايش معه، اللي كتكون عايش معه ما قدرت، لأنه قال من رأى أي من شاهد وحضر، ماشي شاف بعيني، لأن الأعمى قد يرى المنكر ولكن ليس بعينه ولكن يحضره من الشهود، فمن شاهد منكم الشهرة. فالرؤية هنا رؤية تعبير مجازي، ماشي رؤية تعبير حقيقي يعني ديال العين، ولكن هنا بمعنى الحضور، من حضر في بيئة فيها منكر فإلا ما غيرش بيده ما غيرش بلسانه، الله تعالى كيقول لك على لسان سيدنا محمد يرد بالك، انت غتولي جزء من المنكر، بمعنى المنكر غادي يطبعك، غادي تولفه، من اللي تولفه يجيك عادي، من اللي يجيك عادي غادي تديره، وإلا ما درتوش انت يديروه ولادك وما كاين مشكل، غادي تقبلوا في ولادك. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني حاسة النقد، حاسة إنكار المنكر ومعرفة المعروف ما خصكش تفقدها. بحال عندك يعني واحد الآلة، واحد الآلة يعني كتصلح لشي حاجة، ولكن ديك الخدمة ديالها ما كيناش، ما كيناش، إما كتصنع لك شي حاجة السلعة باش تصنع أو المادة الخام ما كيناش، أو ذاك المعمل واقف، فيعني إلا ما خدمش غادي ذوك الماكينة يخسروا، كتولي تخدمه مع الخاوي، هذا المعنى. فيعني أنت لم تنكر بلسانك، لم تنكر بيدك، إوا أنكر بقلبك، ماشي معناته أنه لما كتنكر بقلبك يعني راك كدير واحد الخدمة خاوية، لا ليس هذا المقصود، ولكن كتحمي نفسك، كتحمي نفسك باش ما تنقلبش عندك المفاهيم، نهار تنقلب عندك المفاهيم ستدخل في البيئة المجرمة، فإذا فعل المنكر مجرم عوقبت معه،
انت ما درت في المنكر وكي واحد اخر داره غتعاقب حتى انت معه، لانك ولات عندك القابليه للمنكر. انا ليك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث، هذا المقصود. والا ما يمكنش واحد دارها واحد يتعاقب بها، لا تزر وزيره وزر اخرى، هذا المنطق الاصلي القراني. ولكن لما كتكون قبله راه عندك مشاركه وجدانيه نفسيه عرفيه، راك كتساهم في صناعه عرف اسمه قبول المنكر، عرف كتصنعه حتى انت. ولهذا فعلا هذا قانون عجيب نبذه فريق منهم قلال، ولكن قال بل اكثرهم لا يؤمن. ثم بعد ذلك ندخل الى ايه اخرى، ايه فعلا علامه. هؤلاء اليهود رفضوا الايات البينات، الحق جيهم واضح بحال الشمس، يعني بحال الاشعه ديال الشمس نازله وبقوه وباستمرار لا تنقطع. ولقد نزلنا اليك ايات بينات، اللي كيشوف بعينه كيشوفه، واللي ما كيشوف شيء كتحرقه في جلده. وما يكفر به الا الفاسقون، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. قال جل وعلا مبينا خطورة أبعد وأصعب، وهو أنه ماشي هاد اليهود اكتفوا بالكفر وبنبذ الكتاب، لا، زادوا أمر آخر وهو أيضا قانون قد يتحقق في هذه الأمة، بل هو متحقق فيها جزئيا. ولما جاءهم رسول من عند الله، هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاء للناس كاملين، العرب واليهود والنصارى والمجوس، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل نبذ فريق، بقين فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كتاب الله بإطلاق اللي هو القرآن والتوراة والإنجيل وراء ظهورهم، لأن التوراة عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل عندهم فيه تصديق بسيدنا محمد، والقرآن قرآن آيات بينات. فنبذ هؤلاء جميعا كتاب الله بكل تجلياته، كتاب الله التوراة الإنجيل القرآن، صحيح هو متوجه بالقصد الأول إلى القرآن لكن بالتبع إلى الإنجيل والتوراة أيضا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال الإمام الطبري في تفسيره كأنهم لا يعلمون دال على أنهم كانوا يعلمون، صحيح فعلا واضح جدا التعبير العربي، يعني أرموا القرآن الكريم بحال ما كيعرفوش، إذن كيعرفوا من خلال كتاب الله جل وعلا التوراة والإنجيل، ومن خلال ما سمعوا من القرآن نفسه أن هذا من قبيل التوراة والإنجيل، وأن صفات هذا الرجل هي من قبيل صفات موسى وعيسى، هي صفات النبوة، عالمين ميقنين ولكن جاحدين ما عندهمش استعداد، يعني عندهم فسق ما عندهمش قابلية الإيمان، بل أكثرهم فاسقون، فهم إذن ما عندهمش قابلية الإيمان وعندهم فسق أصلي، ما مستعدينش يتدينوا، ما مستعدينش يكونوا مدينين، هذه مشكلتهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهنا مربط الفرس، عندنا عود جوج بعمليتنا، جوج ديال الأفعال مهمين، نبذ واتبعوا. هذا النبذ هو إلقاء الشيء على جهة الاستخفاف، يعني شي حاجة كتزروطها تلوح عليه بعيد، يعني لأنها كتهينة بحال شي حاجة كترميها في سلة المهملات، تجيك شي ورقة ولا شي شغل ديال شي واحد مطلع كزاف كتقبطها وتكمشا وترميها في سلة المهملات، هذه هي الخدمة اللي داروا اليهود بكتاب الله عز وجل. نبذ النبذ، النبذ الإلقاء والطرح بصورة دالة على الاستهجان والاستخفاف. وشنو داروا لهذا الشيء هذا؟ يعني هذا الفعل هذا مع من داروه؟ مع من؟ مع كتاب الله، شيء خطير جدا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كان ممكن يكون التعبير نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الكتاب، وراء معروف الكتاب وراء أظن، ولكن قال بالإضافة باش يدل على حجم الخطر وعظام الجريمة. كتاب من هذا؟ كتاب الله، أسناد الكتاب إلى صاحبه الذي هو رب الكون لينبهنا إلى خطر ما صنعوا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، وشوف الطريقة، يعني شيء غريب جدا، يعني واحد عزك تزروطها من وراك وراء ظهورهم، يعني ما مستعد تشوف فيه، كأنهم لا يعلمون.
هي كناية ماشي بالضرورة شدوا القرآن ورموا هكا وما عمر ما داروها، ولكن المقصود على داكشي اللي وقع في القلب ديالهم، هذه كناية عربية، ألقى الشيء وراء ظهره، وهذا تفسير الطبري نفسه هكذا يقول، يعني هذه تعبير عربي دال على النبذ والأسلوب الاستهجاني. هلا كتقطع واحد الحاجة وزرتها من نورك ما تستعد تشوف فيها. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن قلنا التعبير الأول النبذ، شوف هو هذا الفعل بعد اللي داروا مع من؟ مع الله. المصيبة هي البديل، باش بدلوه؟ بدلوه بأسوأ شيء في الوجود، يعني شي حاجة هي أعلى وأرقى ما كاين في الوجود، وهي كلام الله. قبطوه وهانوه بهذا الأسلوب، هذا النبذ. النبذ وكيف؟ وراء ظهوري. يا ليت كان البديل شي حاجة، يعني عمر البديل على كتاب الله ما يكون مزيان، متفقين؟ ولكن هذا المصيبة يعني نزلوا لأسفل سافلين، يعني كان ممكن يعني يبدلوه بشي كلام ديال شي نبي ديالهم ولا شي واحد حكيم ولا شي حاجة، وتلك جريمة لا شك فيها، ولكن بدلوه بأسوأ شيء، أي بالعدو التام لله وهو إبليس، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شوف هذا التعبير اللي استعمله ربنا سبحانه وتعالى، الاتباع واتبعوا، لأن الاتباع دال على الطاعة، يعني اتبعوا أي انقادوا، لأن الاتباع أصلا مع من كيكون؟ اتباع لله ولرسوله. فالاتباع تعبير ديال الدين، تعبير ديال الطاعة، واتبعوا لا مرغمين بل أراضين قابلين، يعني بخواطرهم مشاو للسحر والمصدر ديال إبليس. نفتتح الآن الكلام الذي سيأتي بعده ثم نقف بإذن الله عز وجل. فين هو الخطر الآن في الفعل؟ الخطر الآن كاين في استبدال المصدرية. المصدرية يعني خلاو الكلام اللي جاي من عند الله، المصدر ديالو رب الكون، مصدر منين جاي؟ من عند الله، كتاب الله مصدر، يعني من عند الله، خلاو المصدر الرباني الإلهي ومشاو لمصدر الشيطاني. ولذلك قضية المصدرية هي من أخطر الأشياء اللي كتهدد الأمة الآن في أشكال الانحراف ديالها، لما تخلي كتاب الله عز وجل وتمشي إلى غيره. ها هنا يكمن الخطر الذي كان سبب انحراف بني إسرائيل. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.